ومن يعني هنجد مثل هذا في اللغات حتى الأوروبية مثل كلمة إيرث عندنا في اللغة العربية أرض هي إيرث باللغة الإنجليزية وهي باللغة العبرية إيرث فالكلمات دي أصولها واحد كلمة مثلا ثرى في القرآن وردت ثرى بتعني تيرا باللغة اللاتينية كان يسموه إنجلترا باللغة الإسبانية واللغة اللاتينية تيرا أو ميديترينيان تيرينيان معناها منتصف الأرض بحري منتصف الأرض فهذه الكلمات تجدها في اللغات اللاتينية بدأت عندها 30,000 سنة كل إنسان كان يصور الحيوان الشمس والسماء بصح لديسا ما كانوش يفهموا مليحة على ديك هذا العصر أسوما قبل التاريخ حتى الجوية 3000 قبل السنة الميلادية ظهرت البيكتوغرام يعني كتابة تصويرية كانوا يصوروا ويعبروا على فكرة بالأشكال زعم مثلثي مثل الحرب والسيركل يعني السلام توها للسوميريان بالكتابة المسمارية اسمها كونيفورم يعني أشكال هندسية بعد جاو الفراعنة وداروا الهيرو بليبيا الرسومات المعقدة لقوها علامات رمزية دي السيني سهلينة كما داروا السنيين حتى نجاو الفينيقيين وشو كيفاه كانوا فايقين قالوا الرمز كبيرة نكتبوا منه غير طرف هذاك الطرف يولي الصوت وذاك الصوت يولي حرف وقت عرف من بعد مع الحضارة اليونانية داروا بالفكرة دي الألفابي باللاتينية والعرب بالعربية جابوا الحروف الأرامية وبالخط النبطي كتبوا الآيات القرآنية سينو في بلادنا كانت الكتيبة الليبية تلقاها هنا مكتوبة بنوعين من الأرجانية الفوق الكبر تاع ماسينيسا اسمها النوميدية والتانية دي في النار ويعيطولها البربارية وتلانسات الحكاية قبل القرن العشرين جويه 1826 داروا حروف للمكفوفين حتى الموسيقى بسير ما تتنساش داروا لها كتيبة سبيسيال وسماوها الصولفاج وكيهاج العالم باللي قار واللي دراما الكتيبة هاجت بالمورس والتليجرام ومعالم فرماتيك ولا تتقدم تنتم حتى تبدل اللونجاج ولا كود بالالغوريتم واليوم بالاسماء ساعات سينيال الكترونيك ليزون دي فواياجي ومن ساتيليت لساتيليت شكون اللي كان يقول عندها الاف السنين الحكاية بدات بتصويرها في الحيط باليدين لا تعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك ما تقولش يوم تبين خاطر كل حاجة هي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخلص خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي في الراس ما لا تعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك ما تقولش يوم تبين خاطر كل حاجة هي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخلص خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي في الراس الهواء اللي داير بلاتير مخدوم بالغاز ولا بوسيير سادير السما سيتي كوش اللي نسميوها الاتموسفير فيها سبعة طبقات ديفيرون تيبيسور سيترو احفظ غير الاولى اللي اسمها التروبوسفير فيها لي ماستر يعني الهواء اللي يتحرك كيعود سخون يطلع الفوق يعود بارد يهود لتحت ويبقى يدور في السيركل ويدير سيركوي سيكليك والوزن تاع الهواء اسمه بريسيون اتموسفيريك يعني الضغط الجوي في بلايص فور في بلايص ضعيف الهواء اللي بيناتهم يعود يزرب ويمد الريح يعيطولهم لي زون دون دي سيكلون و ديبريسيون تبع على السويت عندها رولاسيون مع لا كيسيون الماء مع الشمس يتبخر ويولي غاز واني قلت لك يعود سخون لازم يطلع الفوق خلاص ومن بعد يلقى البرد في الارتفاعات لافا برد واللي ليكيد والتمه تعطينا السحاب يكمل ما عم بنا مخدوم دوريجين بذره تاع اكسجين وزوج ذرات هيدروجين دونك راح يشرجيو السحاب ويقسموه لزوج من تحت قطب سالب ومن فوق قطب موجب يكون توجور احفظها هذي في الراس بين البلوس وبين البوان ديما توقع على ماسة السحاب مع السحاب والاسحاب مع الارض كان دي شارج الكتريك نسميه واحنا يا البرقة ونسويتك عن بالك وش تسمع طول بعد تفليقة في السماع نسميه واحنا يا الرعد نورمالمون جيو مام طون مع الكلار بصح سرعة الصوت اقل من سرعة لاليميار ما لا تعلم وسقسي على الحواج اللي دايره فيك ما تقولش يوم تبين خطك كل حاجة هي جديد زيد دير في بالك تتروى جامي تخلاص خطك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي في الراس ما لا تعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك ما تقولش يوم تبين خطك كل حاجة هاي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخلاص خطك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي في الراس
تعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. انا تقول ليش عم تدهينها كل حاجه راهي تزيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاها ماك القيمه تاع العبد الصغير ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تدهين خاطر كل حاجه راهي تزيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاها ماك القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تدهين خاطر كل حاجه راهي تزيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاها خاطر القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس. درك نحكي وع الطوموبيل ما نحلو ديكافون نبداو بالموتور سامبل الموتور كاتون دابور كل ليسونس لي تلقاه في الريزرفوار الكاربيوراتور يبخر يروح يخلطو مع الهواء يديها للسيلندر وين لا شمرة كومبيسيون خيلها في راسك خدم ليماجيناسيون هي بيت فيها زوج بيباني اسمهم لي سوباب الداخل كان بيستون يطلع ويهوي فار ايتاب المرحلة الأولى لي نسميوها برومي طون يخش الغاز في لي شومبر ويعيطولها لاكميسيون بعد تجي مرحلة تانية وين يطلع البيستون وين يطفلوا لي سوباب وتصرى تم لا كومبريسيون انسويد بيان سور من بعد تجي لا تروسيام فاز لي بوجيك يشعلوا يروحوا يفلقوا داك الغاز وتم خلاص تجي لي طاب الاخرى يخرج الغاز لي شافمون طول من لا سوباب الاخرى البيستون رايح جاي يدير موفمون الترناتيف البروكان يلصق فيك بموفمون روتاتيف لا بواتا فيتاس تولي كنطرة قدقد رايحة تعقب الانرجي من الموتور حتى نروض ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تفهم خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاص خاطر القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تفهم خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاص خاطر القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس. دونك تمشي الطوموبيل وكشف سيبا ماجيكا نتعمقوا ونديروا شويه شيمي شويه فيزيكا دابور ليسونس ما عندوش اون سول فورمول الخطاك سي تان ميلونج تاع 300 هيدروكربور دونسيتي 07 يعني خفيف على الماء لا فابور تاعو ثلاث خطرات اتقل من الهواء راح يتبخر في السماء كي تعود السخانه ابري بين 25 وقول واحد 215 دوغري في الكيمياء نقولوا عائله الاركانات يعني المعادله سي ان اش 2 ان بلس 2 ليزون ساتوري عندها كاركتر وفيرت وين عدد الكربونات من 4 حتى 17 الخاصيه الفيزيائيه تاع ليسونس تقول لك هو سائل كي يتبخر وكي يشعل ويتفلك الاطوم والموليكول رابطه نوويه كي تتفك وتتبريزه تمد الطاقه الحراريه يخرج سي او 2 والطوموبيل تبدا تدخن وعليها من بعد نقولوا بلي الموتور وقاعد يسخن خطاك الدراده بداو يتخلطوا بشويه لاجيتاسيون تيرميك اللي تمد الطاقه الحراريه ومن بعد بشويه تمشي الطوموبيل الهيك تحول الطاقه للانرجي ميكانيك به ما نكثرش عليك نقولوا عليها ليسونسيال ينقسم الاثنان السينيتيك والبوتنسيال. ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تفهم خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاص خاطر القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس. ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تفهم خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاص خاطر القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس. ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تفهم خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاص خاطر ما نتعلم وسقسي على الحوايج اللي دايره فيك. ما تقول ليش عم تفهم خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد كثير في بالك كانت تروج عمي تخلاص خاطر القيمه تاع العبد الصغير سيونس لي في الراس. Pourquoi les étoiles sont-elles si brillantes et comment le Soleil fait-il pour produire autant de chaleur et de lumière? En fait, chaque étoile est un four nucléaire géant qui libère de l'énergie en son noyau. Le Soleil est l'astre qui brille le plus près de la Terre. Il tire son énergie des réactions de fusion nucléaire qui se déroulent en son cœur. Comme la plupart des étoiles, le Soleil est principalement constitué de deux gaz, l'hydrogène et l'hélium. سيونس في الراس درك النيفو شويه عاليه معمول بالعاني للناس اللي عندهم باك وعامي تبعني درس تاع درك عن نيوكليار مع الشيخ البير والسكريت على ماتيار المدى درك نعرفوها دابور مجموعه بارتيكول اللي يسميوهم دي زاتوم معمولين باللي نوايو يدور عليهم الكترون من داخل الاسمبلاج تاع بروتون والنيترون حتى لهنا سيمون ما بداتش القلقه
عمرك المشكلة كيما حتى المادة تولي طاقة عادية مبدأ إكيليبر ماس إنرجي من لهنا وروح درك الغبار يبدأ يجي كان نوعين دو تيب دو رياكسيون الأولى اسمها فيزيون تانية اسمها فيسيون المهم النويو يبدلو له الثقل لا سويت دوك نفهمها وحدة وحدة بالعقل لا نتعلم أنفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش مدافين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخرا خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي برا نتعلم أنفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش مدافين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخرا خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي برا دابور لا فيزيون تسمى الالتحام لي زيليمون يتجمعوا ويعملوا لنا اتحاد مثال دو نويو وخفاف تاع هيدروجين كي يلصقوا يوليوا يتقالوا ويمدوا لا شالور بيان سور لا تسرى لازم كونديسيون الميليو اسمه بلازما وفيه الميجا بريسيون زيد لها سخانه كبيره اللي توصل لابوبري اون كرون تمبيراتور تاع دي مليون دو دوغري الحكايه تبدا بلي بروتون وعلاش تخيلهم يبداو يمرحوا ينطحوا روحهم كيف كباش السخانه الكبيره تزيد لهم في لافيداس عقد ما يصنعوا عقد ما يلصقوا بزاف تسمى الهيدروجين الخفيف جابوا نيوترون يجمعوا ويمدوا درة كيلة تحي اليوم العملية دي دارت فرق في الكتل الانرجي اللي تخرج هي حتصلح الخلل هذا هو شي صرا فوق الشمس كل يوم شاك سكون تفيزونا ودي مليون دي نويو والطاقة النووية تبقى تشعل كيل فلاش سي لو ميم برانسيب اللي خدموا به لابومب اش ما نتعلم انفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش مدافين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخرا خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي برا ما نتعلم انفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش مدافين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخرا خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي برا درك نروحو لا فيسيون العكس تاع لا فيزيون في العاود لصقو لي زاتوم لهنا نديرو ديفيزيون نوايو تقيل يتقسم ويعود خفيف خلا اللي لقاها هو العالم الالماني اوتو هانا مثال يورانيوم تعطيه بالنيوترون يولي دو زيليمون سترونتيوم والكزينون الريزولتا لهنا الشعاد من نوع غاما ويخرجوا دو نيوترون اللي يروحوا ويكملوا الخدمه باه تفهمها تخيل طابله كبيره تاع بيارة فيها مجموعه بزاف تاع دي بالون صغار كي تضرب اون بال لي خيط فرقوا لي بول وكل وحده فيهم تروح تضرب انذر جروب هذايا الفينومان اسمه رياكسيون شان رد فعل متسلسل ينتج عنه اون شالور العمليه تصرى في الرياكتور نوكليار والطاقه اللي تخرج يديروها في دو دومان يا اما تولي ميكانيك وتدور التوربين باه يخدموا بالكورون اللي راح يضوي في الليفيل يا اما يزيدوا الانرجي ويخرجوها بضربه قويه تتفلق وتمد القنبله النوويه ما نتعلم انفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش مدافين خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروه جامي تخرا خاطرك القيمه تاع العبد سي لا سيونس لي برا ما نتعلم انفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش مدافين خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروه جامي تخرا خاطرك القيمه تاع العبد سي لا سيونس لي برا ما نتعلم انفس على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش شمدافين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخرا خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي فراس